السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أهل العلم في تعريف البدعة إنها التعبد لله بما لم يشرعه الله، وطائفة أخرى من العلماء تعرفها بأنها التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. وصغير البدع في نظر علماء يقود إلى كبيرها، لكن ما مفهوم البدعة؟ ومن ذا الذي يقرر أن هذا العمل بدعة من عدمه؟ وما الضابط في الحكم على البدعة؟ هل هناك بدعة حسنة؟ وكيف يميز بينها وبين البدعة السيئة؟ إلى أي حد هناك علاقة بين البدعة والمصالح المرسلة؟ وما أثر البدعة على مقاصد الشريعة؟ أسئلة تشكل أبرز محاور حلقة اليوم من برنامج مقاصد التي تأتيكم على الهواء مباشرة، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل. ومن خلالكم أرحب بضيف الحلقة الدكتور محمد أنور البيومي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك أستاذ جهاد، الله يحفظكم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا البدعة بأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف يمكن تقديم البدعة وتعريفها للمشاهدين الكرام انطلاقا من هذا الحديث الشريف؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ونبيه ومصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا والسامعين من كل شر، وأن يسترنا وإياكم من كل فساد، إنه جواد كريم. آمين. البدعة هي من بدعة، وبدع الشيء أي ابتدأه على غير مثال، ومنه بديع السماوات والأرض أي الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق، ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي لست مبتدعا، وإنما سبقني في هذا الطريق رسل كثيرون، فلست أول المرسلين، أول من أرسل، ولا هكذا. فهذا هو المعنى اللغوي ببساطة، يعني حتى يعرف الناس بعد كده أننا سنحتاج هذا المعنى اللغوي، حتى يعرف المشاهد الكريم أن إذا قلنا أن المقصود بالبدعة هنا المعنى اللغوي، يبقى فاهم أن المقصود بالبدعة في المعنى اللغوي أي ما كل ما أنشئ على غير مثال سابق، سواء كان في الدين أم في الدنيا أو في أي شيء. يعني لا أساس له. نعم، ليس له، لا ليس له سابق، ليس له نظير. فأما في الاصطلاح ففي الحقيقة لم يرد تعريفها في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان المشرع، لا، لم يرد بيان معنى البدعة في الحقيقة، ولذلك قد أحصيت لها 30 تعريفا في كتابي عن البدعة، وتعجبت، يعني إذا كان هذا الأمر فيه 30 تعريف أو تعريفا، فكيف نحاكم الناس، أو إلى أي تعريف نحاكم الناس؟ يعني ستجد كثير من العلماء لهم أكثر من تعريف، ابن حجر الشاطبي، ابن تيمية، ابن حجر الهيثمي، غيرهم، فستجد لهم تعريفات كثيرة، فأي التعريفات التي سنحاكم الناس إليها ونحاكم أفعالهم بها؟ لهذا، لكن شيخ، يعني أنت تقول بأن العلماء غير متفقين على التعريف وفي التعريف، لكن ألا يعتبر هذا الحديث وحديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ألا تعتبر هذه أسس لتحديد البدعة مثلا في الدين؟ لا، هو إحنا عندنا أسس فعلا في النصوص الشرعية أعانني الله عز وجل واستنبطت منها ومن خلال ما قاله العلماء تعريفا أنا ارتضيته لنفسي، ويعني لعل إخواننا السامعين والمشاهدين يعني يروق لهم هذا التعريف و يعني يوافقونني عليه. وهو التعريف، البدعة هي كل محدث في الدين، إذن فخرجت بهذا محدثات الدنيا، كل محدث في الدين خالف الأصول. المقصود بالأصول الأصول الثلاثة، القرآن، السنة، الإجماع. يبقى كل محدث في الدين خالف الأصول أو نقض على ما واظب على فعله الرسول أو هدم مقاصد الشريعة. يبقى ثلاثة أشياء عندنا، ثلاثة أركان، ثلاثة أركان، نعم، ثلاث ضوابط للبدعة. أن يكون محدثا جديدا في الدين لا في الدنيا. هذا المحدث الجديد لابد أن تتوفر فيه شروط، قيودا ثلاثة،
حتى أو قيود ثلاثة حتى يكون بدعة. الأول أن يخالف شيئا من القرآن، نصا في القرآن أو نصا في السنة أو إجماعا معلوما عند المسلمين ليس مزعوما. الثاني، القيد الثاني، أن يخالف ما واظب على فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركع قبل أن يسجد في الصلاة، لو أن رجلا سجد قبل أن يركع هذا لا يجوز، نقول هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا العمل بهذه الصورة بهذه الهيئة لم ينقضها قط. وهذا ما مقاصد الشريعة. نشرح؟ تفضل. طيب، الأول، المحدث في الدين خرجت محدثات الدنيا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، الحديث تأبير النخل الذي في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني البدع لا علاقة لها بالزراعة والصناعة والخروج والدخول، متى تخرج متى تدخل، هذه الأشياء، إنما في قواعد عامة تضبط بعض المسائل: لا تزرع محرما، لا تبع قبل النضج، يعني فيه قواعد أخرى لهذا، إنما أزرع بطاطس، أزرع بصل، أزرع، يعني هذا أمر أنا به خبير، والله تبارك وتعالى تركه وسكت عنه للناس توسعة عليهم في أمور دينهم ودنياهم. مسألة أن يهدم مقاصد الشريعة، يعني مثلا من مقاصد الشريعة، في المقاصد الشرعية في العبادات هي الغايات منها والأهداف. فيما يتعلق بالمقاصد تحديدا دكتور، ربما نأتي عليه بشيء من التوسع في المحور الثالث طيب. من هذه الحلقة، ولكن قبل ذلك أريد أن يعني أن نتبين أكثر من موضوع، يعني هل أفهم من كلامك أن البدعة لا تنسحب متعلقة فقط بالدين ولا تنسحب على الأعراف والعادات الاجتماعية؟ بمعنى أن هناك بعض الدول مثلا من العادات أن الرجال لا يحضرون ولا يشاهدون أعراس أخواتهم من البنات، فهذا استقر في العرف الاجتماعي لدى بعض الدول وبعض المدن في الدول العربية، هل هذا يدخل في إطار البدعة أم ماذا؟ لو فهمنا، قلت في التعريف كل محدث خالف، كل محدث فيه مخالفة، إذن فهل هذه الأعراف تخالف شيئا في القرآن أو في السنة أو في الإجماع؟ إذا وجدناها تخالف خلاص يبقى هذه بدعة، أما إذا لم نجدها تخالف يبقى ليست بدعة. لكن هذه ليست من الدين، هنا في الأعراف الاجتماعية لا، حتى ولو كانت في الأعراف، الدين لا، الدين ليس 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 شعائر فقط، والدين ليس عقائد فقط، والدين عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات، وهذه العادات من ضمن المعاملات، فالمعاملات عندنا في الدين منضبطة بالشريعة أيضا، ليس لأحد أن يتعامل كيف ما شاء ولا على هواه، إنما تعاملاته كلها منضبطة بالشريعة، لا بد أن تكون كذلك يعني، فالشريعة ضبطت هذه المسائل. حضرتك سألت سؤال مهم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا فما ليس منه فهو رد. صحيح، من أحدث، لو قلنا إن كل محدث، هنا هذا الحديث يشمل كل محدث أو يشمل كل محدث في الدين والدنيا، لا، قلنا خرجت محدثات الدنيا بالحديث النبوي. ما المقيد الذي أخرج محدثات الدنيا؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم، في حديث آخر. أي نعم، هذا حديث تأبير النخل، لما وجدهم يؤبرون النخل فقال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نؤبره يا رسول الله حتى يعني يصلح. فقال: دعوه. فتركوه، لم يؤبروه، فشاص. لكن معذرة دكتور، في الحديث الآخر يعني هناك يفهم منه الإطلاق: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هنا في إطلاق. صحيح، أحسنت. هنا كل هذه يقول عليها المناطق هذه كلية موجبة سالبة، يعني ليست عامة وليست مطلقة، مثل قوله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فهل أيضا يهلك العرش؟ لا يهلك. فإذا قلنا أيضا
خالق كل شيء فهل خلق نفسه؟ فهذه قضايا كلية سالبة. فقوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة فهذه قضية كلية سالبة، أنا قلت مجبلة هذا غير صحيح، هذه قضية كلية سالبة يعني إيه؟ نعم. يعني ليست عامة. ما الذي جعلها سالبة؟ ما الذي سلب منها العموم في كل؟ الذي سلب منها العموم في كل نصوص كثيرة جدا كثيرة جدا. أولا العموم مسلوب منها في المحدثات الدنيوية بحديث تأبير النخل، العموم مسلوب منها بالمحدثات في الدين الذي منه. النبي يقول إيش؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. طيب من أحدث في الدين ما هو منه؟ يبقى برضو رد؟ ليس ردا فيه، ليس ردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها قيدين. القيد الأول أن يكون في أمرنا، من أحدث في أمرنا. القيد الثاني ما ليس منه. فلو قلنا أمرنا مثلا، يعني واحد كريم بعد الحلقة وقال لنا أنتوا معزومين عندي، أنتوا وكل إخواننا دول. طيب وراح متصل بزوجته وقال لها والله أنا جاي أنا وفلان 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 خمسة مثلا، وعندك $100 في الدرج، هاتلنا منهم 2 كيلو بطاطس و2 كيلو رز و2 كيلو فاكهة، وما تجيبيش جاتوه ولا تشتري جاتوه حلويات. تمام. هذا أمره لزوجته، أمر فيه ونهى. طيب الست ست كريمة ورجلها رجل كريم ويعلم أنه وتعلم من العشرة أنه يحب إكرام يعني ضيفانه، فجابت اللي قالت عليه اللي قال لها زوجها، اشترت ما أمرت به ولم تشتري الجاتوه ولكنها اشترت فاكهة. نعم. هذا فهل تلام؟ هل شراؤها للفاكهة يدخل تحت قوله أمرنا أم لا؟ لا يدخل، لأنه لم يأمر به ولم ينهى عنه، يعني لم يأمرها بشراء الفاكهة ولم ينهاها عنه، سكت عنه، سكت عنه، فتح الله عليك. ولذلك هذا يسمى في علم الأصول المسكوت عنه شرعا، والمسكوت عنه شرعا الأصل فيه الإباحة لكن بضوابط، ما لم يأتي مقيد له. لكن قبل الحديث عن المسكوت عنه دكتور، يعني ربما هذا الحديث يقودنا إلى الحديث عن أنواع البدعة، وهل هناك كما يندرج على يجري على كثير من الألسنة بأن البدعة الحسنة، وإذا كان هناك بدعة حسنة كيف يفرق بينها وبين السيئة إن وجدت البدعة الحسنة؟ تمام. فحديث من أحدث فيه قيدان، الأول عشان ننتهي منها. نعم. القيد الأول أن يكون المحدث في أمرنا، فإذا أحدث الرجل في دائرة لا نص فيها لا بالأمر ولا بالنهي يكون أحدث في الدين أم لا؟ أمرنا مقصود فيه هنا شريعتنا. شريعتنا، أحسنت، وشريعتنا هي الأمر والنهي. وشريعتنا قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. تمام. والسنة عند الناس هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات. طيب ما لم ينقل يكون من السنة؟ يعني الناس تصلي في التراويح وتختم المصحف، هل هذا سنة أم ليس سنة؟ هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت عن النبي. إذن هذا أمر مسكوت عنه، ففعله جائز وتركه جائز، ما لم يأتي مقيد محدد. تمام. نعم. خلاص انتهينا من أمرنا. القيد الثاني أن يحدث في الدين ما هو منه، فإذا أحدث في الدين ما ليس منه هذا هو البدعة. طيب هل البدعة بقى فيها الحسنة والسيئة والقبيحة كذا؟ لا، في الحقيقة عندنا اتجاهان في هذا الأمر. الاتجاه الأول يترأسه سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأتباعه العز بن عبد السلام والنووي والغزالي، ويقولون إن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، والحسنة ما لها أصل في الدين والسيئة ما خالفت السنة. أيضا خد بال حضرتك معايا دائما على قيد المخالفة، ليس قيد ما لم يعمل، لا، قيد المخالفة. وقابلهم في هذا اتجاه آخر وقالوا لا، ليست البدعة لا تنقسم، ليس فيها حسنة ولا سيئة، بل البدعة بدعة.
وأنا أرجح هذا القول، وإن كان الخلاف بينهم لفظي في الحقيقة يعني، لكن الراجح عندي أن البدعة لا تنقسم. ولذلك كتبت قاعدة قلت فيها كل ما ثبتت بدعيته ثبتت ضلالته. إذا ثبت أن هذا الأمر بدعة يجب أن تثبت ضلالته، على غير المحدثة بقى يا أستاذ جهاد. المحدثة كل محدثة بدعة قلنا هذه قضية كلية سالبة، لا ليست كل محدثة بدعة بدلالة النصوص الشرعية، لأن في محدثات كثيرة منها ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أحدث بعده، ومنها ما أحدث في حياته، ومنها ما أحدث بعده صلى الله عليه وسلم بلا نكير من الصحابة وبلا نكير من العلماء، مثل قراءة القرآن فيه وختم القرآن في المصحف في صلاة التراويح، وجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على صلاة التراويح. هذا يعني إيه؟ لكن معذرة دكتور، يعني قراءة القرآن لا تعتبر من العبادات، وأليس الأصل في العبادات التوقيف؟ هذه من الأخطاء الشائعة والإشاعات العلمية، إن يقولون الأصل في العبادات التوقيف، وهذه إشاعة علمية الصواب فيها الأصل في الدين التوقيف. الأصل في الدين، في عموم الدين، أنا أعبد الله بما شرع، وأتزوج بما شرع، وأطلق بما شرع، وأعتقد كيف ما شرع، وأتخلق بما شرع، وأتعامل بما شرع. إنما لو جئت بالعبادات تقصد بها الشعائر وتقول إن الشعائر هي الأصل فيها إيه؟ الاتباع. طيب والعقائد نعمل فيها إيه؟ والمعاملات نعمل فيها إيه؟ والأخلاق نعمل فيها إيه؟ كيف ما شئنا يعني؟ لا، قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة، وليس على عبادة، على شريعة من الأمر فاتبعها، اتبع ما أوحي إليك من ربك، ما قالش اتبع ما أوحي إليك من ربك في العبادات. فكل الدين يا أخي الكريم قائم على الاتباع. أفهم من كلامك بأن ما فعله عمر بن الخطاب الخليفة الثاني رضي الله عنه عندما جمع المسلمين في لصلاة التراويح في الجماعة، جماعة أداء صلاة التراويح جماعة، هل هذا يعني يخرج من البدعة بناء على ما تفضلت به؟ لا، له أصل في السنة، وهو رضي الله تعالى عنه سماها بدعة نسبة إلى زمن أبي بكر وليس نسبة إلى السنة. العلماء صحيح خرجوا هذا الكلام وقالوا هي بدعة لغوية، اللي هو ليس له أصل سابق. لا، له أصل. ما هو له أصل؟ له أصل من فعل النبي وقوله صلى الله عليه وسلم، له أصل من فعله أنه صلى بالناس 3 أيام، خلاص ثبت بهذا الأصل. وله أصل من قوله في حديث أبي ذر من قام مع الإمام حتى ينتهي غفرت له، كتب له قيام ليلة، واخد بالك؟ وهذا في رمضان. قد يقول لك قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 أيام التراويح بجماعة المسلمين، لكنه بعد ذلك امتنع عنها، يفيد النسخ هذا لا يفيد النسخ؟ لا، هو امتنع حتى لا تفرض، وإذا امتنع فعله قوله أقوى من فعله في التشريع. نعم، من قام مع الإمام، وهذا في رمضان، حديث أبو ذر معروف، وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا. الأحاديث العامة كثيرة التي تؤيد فعل عمر رضي الله عنه، إنما هو رضي الله عنه سماها بدعة، أي نسبة إلى عهد أبي بكر لا نسبة إلى السنة. لأنها لم تحدث في عهد أبي بكر، فعمر اعتبرها بدعة من هذا أنني يعني جئت بشيء جديد لم يكن في عهد أبي بكر، إنما شيء جديد ليس في الدين، لا له في الدين أصلا. إذن سماها بدعة بدلالة اللغة وليس بدلالة الاصطلاح. هو العلماء يقولون هذا، إنما الذي أقوله نسبة إلى عهد أبي بكر. نعم نعم نعم. سنعود لاستكمال الحديث. أبشر. نذهب الآن إلى فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة الحديث.
مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 1283 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله في كل وقت وحين، دائما معكم في الحديث عن البدعة والموقف الذي ينبغي أن يتخذ شرعا من المبتدعين، ودائما الحديث مع الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور. دكتور، نريد أن نتحدث عن بشيء من التوسع، عن الضابط في الحكم على عمل ما بأنه بدعة، وهل يعود هذا الأمر إلى المنهج، بمعنى أن العمل ينبغي أن يكون وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أم ليس بالضرورة أن يكون وفق المنهج، وإنما أن يراعي الهدف، أن يكون هدفا صالحا، عملا صالحا يخرجه من أن يكون عملا مبتدعا؟ بالنسبة للعمل، أي عمل حتى لا يكون بدعة وحتى يفهم الناس الضابط، لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني يقول الناس المتابعة، وهذا غير دقيق. الشرط الثاني عدم المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فرق مهم جدا، لأنه أنا عندي مثلا أمور كثيرة لا توجد فيها نصوص، كيف أتابع النبي فيها؟ المنهج ما هو ما فيهاش نصوص. يعني مثلا سأسأل سؤال، يعني الدكتور السباعي ذكر عن أبي حنيفة، مصطفى السباعي، نعم، عن أبي حنيفة أنه قال إن عندنا 2 مليون مسألة ليس فيها نصوص شرعية. هذه 2 مليون مسألة ماذا نصنع فيها؟ عند قولهم الاتباع، كيف نتبع؟ لا يدخل قياس هنا دكتور؟ إذا الذي يقول بعدم الورود لا يصح له أن يقول بالقياس. الذي يقول بالقياس هو الذي يقول بعدم المخالفة، إنما الذي يقول بالاتباع لا يصح له أن يقول بالقياس، لأن القياس ليس فيه اتباع. الاتباع يعني أن أرى كيف فعل رسول الله ثم أفعل كما فعل. فمثلا أنا أي واحد من المسلمين في الحر، زوجته قاعدة في البيت وتريد أن تقرأ قرآنا، تريد أن تقرأ الورد القرآني بتاع حقها، ماذا تلبس من الثياب؟ هل تلبس ثيابها في البيت وتتخفف منه، أم تلبس الحجاب الذي تصلي به؟ أيضا سجود التلاوة، إذا قرأ الإمام سجود التلاوة وقام بعد السجود، سجد ثم قام، هل يقرأ قرآنا قبل أن يركع، أم يركع من غير أن يقرأ قرآنا؟ عندنا مسائل كثيرة جدا، وفي صلب العبادات وفي صلب الشريعة لا أفتى فيها العلماء، وليس فيها نصوص، وهذا من رحمة الله، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ حتى يكون هناك سعة للمسلمين، ولذلك خرج الصحابي وقال الحمد لله الذي جعل في ديننا سعة، السعة من هذا. ولذلك قلت في كتابي إن الأركان التشريع تقوم على ثلاثة أركان، أو التشريع يقوم على ثلاثة أركان. الناس تفهم أن التشريع يقوم على ركنين اثنين، لا، على ثلاثة، الأمر والنهي، ولذلك الأصوليون يتكلمون عن الأمر والنهي، لا، الثالث المسكوت عنه شرعا، وكلاهما موجود في الشريعة. يعني وما آتاكم وما نهاكم، الأمر والنهي، حديث البراء، أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، فالأمر والنهي موجود.
تاب المسكوت. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فلو أننا أسقطنا ركن المسكوت عنه شرعا من التشريع لا أوقعنا أنفسنا في حرج كبير. كيف نفتي في هذه المسائل؟ هذه مسائل ليس فيها نصوص. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدر معاذ لما قال له: بما تفتي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله. وهذا الحديث يعني حديث حجة وكبيرة وله شواهد عظيمة جدا في القرآن والسنة تثبت أن عندنا دائرة واسعة كبيرة ليس فيها نصوص. يعني من هذا الحديث أفهم أنك تضيق كثيرا دائرة الابتداع في الدين. الله هو الذي ضيقها لست أنا. الله الذي وسع الدين على المسلمين. لكن هناك أفهام أخرى للعلماء. فلذلك يعني قضية قضية البدعة لا بد فيها من قيد المخالفة. يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. يعني لو توضح مفهوم المخالفة. المخالفة بمعنى إيه؟ أنا ذكرت مثلا نموذج أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع قبل أن يسجد، فما بالك لو سجد قبل أن يركع؟ هذا مخالفة. لو أن مثلا رجلا يعني عطل مقاصد الشريعة، جاء في الصلاة وأكل وشرب، هل يجوز هذا في الصلاة؟ رغم أن هذه مسألة لا يوجد فيها نص بالتحريم، ليس عندنا نص بالتحريم. النص الوارد فيها في كتب الفقه يريدون تحريم الكلام، لا، أنا أتكلم عن الأكل والشرب. ومع ذلك أجمع الفقهاء على تحريم الأكل والشرب لأنه يعطل مقاصد التشريع في أمر الصلاة. إنما الصلاة تمسكن وتخشع، فلذلك الأكل والشرب في الصلاة ينقض هذا المقصد. الزواج الأصل المقصود فيه العفة واستبقاء النوع الإنساني. لو أن رجلا تزوج امرأة ثم قال: إحنا يعني نعيش كده مع بعض زي الأخوات، لا تقربيني ولا أقربك، أو نقترب ولا ننجب، هذا لا يجوز لأنه عطل المقصدين، مقصد الإنجاب ومقصد العفة. فلذلك هذا لا يجوز. هذه مخالفات، هذا لون من ألوان المخالفة، تدخل في إطار الابتداع. تدخل في إطار الابتداع. الذين يذكرون الله تبارك وتعالى مع الرقص والطبل، الرقص والطبل هذا لون من ألوان المخالفة. لماذا؟ لأن الذكر الأصل فيه خشوع القلب واطمئنانه. وقال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لكن معذرة دكتور، لو جاءك من يقول بأنني مع الطبل أشعر بالخشوع أكثر، وهذا وارد على الألسنة، على الألسنة، يعني أقصد أنه ورد على الألسنة بعض الناس يقولون بأنني مع الطبل أشعر بالخشوع أكثر، هذا مثل من يقول أنا صليت من غير وضوء ونفع. هل يمكن القول مثلا هذا يدخل في إطار انحراف الفطرة مثلا؟ تمام. كل ما، ولذلك سيأتي في مسألة المصالح، نعم، لا تتعلق بدعة أو لا تتعلق مصلحة ببدعة أبدا. في هذا السياق دكتور، أيضا من المخالفات في هنا تفضل تعطيل الشريعة واستبدال حكم ربنا جل جلاله. هذا من أكبر البدع ومن أعظم البدع اللي الناس غفلنا عنها وبتتكلم لي في مسائل صغيرة. هذه بدعة كبرى نتجت عنها كل البدع بعد ذلك، بدعة الخوارج والمرجئة والمعتزلة، كل هذه مخالفات للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو قيد المخالفة الذي نؤكد عليه دائما: البدعة محدث خالف. طيب، في حال وقع المسلم في عمل بدعي ابتدع في دين الله، ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذ من هذا المبتدع شرعا؟ وكيف تعامل الصحابة مع المبتدعين في زمانهم؟ وأنت تعلم أن وقع ابتداع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة. نعم، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. البدعة عندنا بدعتان كما قال الذهبي والمحدثون رضي الله عنهم: بدعة كبرى وهذه مكفرة تخرج صاحبها من الدين، مثل استبدال الشريعة في الحكم، هذه بدعة كبيرة
بدعة كبرى مكفرة مكفرة طبعا، وسب أبي بكر وسب عمر واتهام السيدة عائشة رضي الله عنها بالزنا هذه بدعة مكفرة تخرج من الدين لأنه يكذب القرآن. بدعة الذي أيضا يقول يتهم جبريل إنه أخطأ بالرسالة ونزل على محمد بدلا من علي، بدعة تكفير المسلم بالذنب الصغير الذي ليس بمكفر، كل هذه بدعة. هذه البدعة من يقوم بها يكفر؟ لا 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 أقصد، لا أقصد، يعني أنت تقول أن من البدع المكفرة إذا كفر شخص مسلما على أساس من الصغيرة ذنب صغير هل يقع في الكفر؟ من المكفر؟ المكفر يقع في الكفر نعم عندي. عندك؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه. لكن قبل أن يكون عندك في الشريعة الإسلامية وعليه ما هو عليه جمهور الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر حارت عليه، أي رجعت عليه. ما معنى رجعت عليه؟ النووي ذكر فيها خمسة أقوال أو خمسة أراء، أي حار الإثم. أنا إذا قلت لك يا كافر وأنت لست كذلك يرجع علي إثم ماذا؟ إثم الكفر. ما هو إثم الكفر؟ الخلود في النار. هل في مسلم يخلد في النار؟ لكن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير أم لا على سبيل؟ لا، والنبي ما يهزرش يا أستاذ جهاد. ليس التحذير، أن يحذر المسلمين، يعني هل فسره العلماء بأنه كفر عيني لمن يقول هذا؟ أيوة نعم. أنت تكفر المسلم لو أنك اتهمت رجلا بريئا أو امرأة محصنة بالزنا. نعم. ما الحكم؟ وهي بريئة، الحكم أن احنا بنقذف هذا، بنجلد هذا القاذف 80 جلدة حد القذف. إذا كان العرض مصان بحد القذف فالدين كذلك مصان بردة الكفر عليه، فليس كل من هب ودب يكفر المسلمين بلا برهان وبلا دليل، إنما من كفر بالبرهان والدليل لا خلاص لا تحور عليه ولا ترجع عليه. إذن لا الإثم ولا الحكم. إذن حتى نبقى في صلب الموضوع وأظن أننا نعم. لم نبتعد، يعني التكفير بالصغيرة وبالشبهة هذا يدخل في إطار البدعة التي يعني بعض أهل العلم يقولون بأن المكفر هنا يكفر، لكن ماذا كيف تعامل الصحابة مع المبتدعين في زمانهم؟ ما الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يتخذ؟ احنا قلنا أن البدعة بدعتين، البدعة المكفرة والبدعة المفسقة. نعم. البدعة المكفرة دول الصحابة رضي الله عنهم والدين يحاربهم، كمن ارتد ومنع الزكاة. منع الزكاة هذه بدعة، هذه من البدع. فإذا كانوا ذا شوكة، والخوارج كانوا ذا شوكة وحاربهم علي رضي الله عنه. أما إذا كان فرق، لكن علي لم يكفرهم، قال إخواننا بغوا علينا. لا، في تكفيرهم فيه خلاف. نعم، تكفيرهم فيه خلاف، لأن النبي قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. ويعني أما تكفيرهم ففيه خلاف شرعي. نعم. فلذلك نعود، إذا ارتكبوا البدعة المكفرة فيقاتلون، فيقاتلون إذا كانوا ذا شوكة. أما إذا لم يكونوا ذا شوكة فعلى الإمام أن يأتي بهم وأن يحاججهم وأن يطيل النفس معهم وأن يقيم الحجة عليهم لعلهم يرجعون. وهذا ما فعله علي رضي الله عنه حينما أرسل إليهم ابن عباس، فكانوا 8000 لما حاججهم ابن عباس رجع نصفهم، واخد بال حضرتك معايا؟ فالإمام يطيل النفس معهم ويحاججهم ويحاورهم إذا لم يكونوا ذا شوكة. إذا كانت من البدع المفسقة؟ أما إذا كانت من البدع المفسقة فعلى الإمام أن يعظهم وأن يضيق عليهم بحيث أن لا لا أن 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 يعودوا إلى صوابهم. التاريخ يا أستاذ جهاد ليس من مصادر الشريعة، فلا يحاججني أحد بأن حدث هذا في أيام معاوية وهارون ومش عارف إيه ولم يحدث. لا، كون إن هم لم يفعلوا هذا هؤلاء قصروا. أما الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما امتنع المنافقون عن حضور صلاة الجماعة معه قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم أخالف المصلين إلى قوم لا يحضرون معي الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يحرق البيوت عليهم لكنه لم يفعل، لأنهم رجعوا وحضروا بدأوا يحضرون الصلاة. وكل من كان يعرف عنه أنه يعني صاحب بدعة كان النبي صلى الله عليه وسلم
يعني يزجره ويعظه أو يعاقبه، كمثل مثلا الرجل الذي حاطب بن أبي بلتعة لما كتب بالكتاب وأفشى الأسرار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى به: ما الذي دفعك إلى هذا؟ قال: والله ليس ردة عن ديني يا رسول الله، ولكن ذكر له السبب أن له أقوام هناك وفي بال حضرتك. عمر قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن له مانع، أن له مانع شرعي، أن له مانع شرعي، وهو كونه من أهل بدر. نعم، كونه بدريا. نعم، يعني ينبغي أن نذهب، سنكمل بعد الفاصل دكتور. أمامنا فاصل أخير ومن ثم نعود لمواصلة ما تبقى من الحلقة، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الأفاضل في الجزء الأخير من هذه الحلقة الذي نبحث فيه أثر البدعة في مقاصد الشريعة الإسلامية، ودائما الحديث مع دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. دكتور محمد، يعني هل يمكن القبول بالبدعة تحت ظرف استثنائي إذا ما حققت مصلحة مرسلة للمسلمين؟ نعم، هو قلت سلفا لا توجد بدعة تحقق مصلحة للمسلمين، هذا محال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة. وهذه قاعدة كلية موجبة لم يسلبها شيء، كل بدعة، كل ما ثبتت بدعيته يجب أن تثبت ضلالته، ولا يصح أن نعمله ولا أن نحرص عليه، بل يجب أن نحاربه وأن يعني نقول له: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فلذلك لا تتعلق مصالح للمسلمين بالبدعة أبدا أبدا، لا بدعة كبرى ولا صغرى لا تتعلق. هل هناك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حارب البدع وحذر منها أشد التحذير. لماذا؟ وأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم، لأن البدعة يحصل بها استبدال الشريعة، الابتداع في الدين يحصل به استبدال للشريعة أو قصقصتها وتقليمها. معذرة دكتور، يعني أنت ذكرت قبل قليل بأنه محال أن تجتمع البدعة مع المصالح المرسلة للمسلمين، لكن ثمة فريق الآن من المسلمين يقول ليس بالضرورة علماء وإنما أفراد كثر، وربما هناك على رؤوسهم مشايخ يقولون بأن في الذكر الجماعي وفي الاحتفال بالمولد النبوي تتحقق مصلحة باجتماع المسلمين وتذكر النبي واستحضار سنته. هل هذه الأفعال، الذكر الجماعي والمولد النبوي، تدخل في إطار البدعة أم لا ينطبق عليها وصف البدعة؟ لا يصح أن ندخل الاحتفال بمولد النبي في البدعة. لماذا؟ مولد سيدنا النبي هذا قربة عظيمة، ليس من البدع أبدا. لكن يقول لك فريق من المسلمين من العلماء، دكتور معذرة على المقاطعة فقط لكي يعني يكون هناك تحاور، يقول لك فريق من المسلمين: ألم يكن يخطر في بال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والتابعين وتابعي التابعين وحتى ابن تيمية وغيرهم، ألم يكن يخطر في بالهم الاحتفال؟ لماذا لم يفعلوا؟ هل هم كانوا مقصرين في هذه القربة العظيمة؟ يعني هل حضرتك تريد أن تقرر أن النبي والصحابة لم يحتفلوا؟ نعم، تريد أن تقرر هذا؟ هذا ما يقوله فريق من المسلمين ولست أنا. كيف عرفوه؟ سؤالي لهم: كيف عرفوا أن النبي لم يحتفل؟ يعني لم يرد أثر يفيد بالاحتفال. لا، ورد. ما هو؟ ورد حديث أبو قتادة في مسلم، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. فكان النبي، وفي رواية أخرى لغير أبي قتادة: ذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين لثلاث علل. العلة الأولى يوم ميلاده، وهذا يوم في السنة لا يتكرر. نعم، تمام. نعم، ومعلوم عنده صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني، العلة الثانية يوم علة مبعثه، وهذه أيضا لا تتكرر. الذي يتكرر معه ماذا؟ رفع الأعمال كل أسبوع، ولهذا كان يصوم على مدار السنة. هذه واحدة. الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتفل بمولده
ولا الصحابة يأتي لنا بدليل أنهم كانوا لا يحتفلون، وأنا لا أزعم لا أزعم أنهم كانوا يحتفلون. يعني عفوا دكتور، أن الدليل لا يكون على النفي، يكون على الإثبات، بمعنى هذا دليل على الاحتفال. ما هي هذه من الإشاعات العلمية؟ قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. حسنا، سأتبنى الرأي الآخر باعتباره غائب هنا دكتور. يعني يقولون لك فتح هذا الباب، باب الاحتفال بالمولد النبوي، فتح الباب عريضا ودخلت البدع ودخلت المخالفات الشرعية والموسيقى وإلى آخره من البدع والتكاليف إلى آخره. يعني ما الضابط في الاحتفال بالمولد النبوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قيده في الصيام بمفرده، فهذا ضابط مقيد، لماذا يعني يفتح الباب على مصراعيه؟ النبي صام وبقي ثلاث دقائق. النبي صام يوم ميلاده، إذا فالسنة لي ولك أن نصوم يوم ميلادنا. أما الاحتفال به صلى الله عليه وسلم فبالطاعة، وكل عمل يرضي الله عز وجل ولا يخالف شريعته طاعة، كل عمل. وهذا ربما يحتاج إلى حلقة منفصلة، لم يبقى إلا القليل جدا من الوقت. لدي سؤال عن أثر البدعة في الإضرار وتعويق مصالح أو مقاصد الشريعة الكلية. البدعة قلت إنها يعني يحصل بها استبدال للشريعة، هذه واحدة، يعني جزءا 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 تستبدل الشريعة حتى تلغى تماما، كما هو واقع المسلمين الآن في محاكمهم وفي قوانينهم وفي أحكامهم. الثانية أن البدعة تختلق عبادات تخالف الشريعة، ولذلك أكرر، مثلا لو واحد جاء يعبد الله باليوغا نقول هذا لا يجوز، لأن هذه عبادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف شريعتنا، مش لم تثبت فقط، إنما هي تخالف شريعتنا. إنما لو أراد إنسان أن يتعبد الله بقراءة القرآن فكيف ما شاء يتعبد الله عز وجل ما دام ملتزما بأحكام التلاوة وأحكام الشريعة في هذه العبادة. عن الذكر الجماعي في هذا الخصوص دكتور، الذكر الجماعي ثابت، إنما الذي لم يثبت الرقص والتنطيط هذا مخالف، قلت إنه مخالف لمقصد التشريع من الذكر. مقصد التشريع من الذكر حدوث الإخبات والاطمئنان والخشوع، والتنطيط والقفز هذا ضد هذا الكلام. وإن قال أنا أخشع، لا، هذا ضد الفطرة، هذا ضد العقل، ضد المنطق. إنما الذكر الجماعي لا، هذا مشروع، هذا وارد في أحاديث كثيرة في الصحيحين، منها مثلا الملائكة الذين يتلمسون حلق الذكر. والذكر المقصود به هنا ليس العلم، إنما المقصود به الذكر، ذكر الله بالتهليل والتكبير، لأنه وارد في الحديث: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. قال: هل رأوني؟ قال: وكيف لو رأوني؟ قال: ماذا يسألون؟ ماذا يستعيذون؟ الحديث يعني، وهذا واضح جدا. هذا عن الذكر الجماعي، لكن إذا جاء بعض السلف، إذا جاء الخلف الآن وخصصوا هذا الذكر الجماعي بهيئة مخصوصة محددة، ألا يخرجها من كونها سنة إلى كونها بدعة؟ لا، هو الذي يخرجها إلى البدعة فقط القفز والتنطيط، تعطيل مقاصد التشريع فيه فقط، إنما أي هيئة أخرى، لأنه لم يثبت عندنا هيئة حتى نقول إنها، هذا خلاف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. واخد بال حضرتك معايا؟ لو قلنا إن هذه الهيئة واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيوة، يبقى الذي يخالفها يبقى مبتدع. إنما هل عندنا مثلا سريعا كده أذان، الأذان الشرعي انتشر كثيرا في مساجد السنية زمان، ما يسمى بالأذان الشرعي. فقلت لهم: يا أخي، أنت لم تسمع بلال وهو يؤذن حتى تقول هذا هو الأذان الشرعي، ولم ينقل عن بلال كيف كان يؤذن حتى نقول هذا هو الأذان الشرعي. إذن فأذان الشيخ المنشاوي وعبد الباسط وغيرهم هو أذان شرعي أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنه بلالا فإنه أندى منك صوتا، وهذه تظهر نداوة الصوت. نعم، ربما يحتاج هذا الموضوع يحتاج إلى مزيدا من الحديث، لكن ربما في حلقات مقبلة. أشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور محمد أنور البيومي، أستاذ علم الحديث في جامعة الأزهر، وكل الشكر لكم، في حفظ الله ورعايته.